يعني انا كده كده عندي الارتكوليت الجديد، بس الرخصه بتاعته خلصت، فبشرح لك ازاي تجيب رخصه جديده ما فيش فيها اي مشكله. ادي الايميل اللي انا مجهزه، يعني انا عارف ان ده هيحصل بس لازم اجرب والمشاكل تبقى معروضه امامك. يعني هحط الايميل الجديد، هقول له ده الايميل بتاعي، اي باسورد، اي باسورد انا ما اعرفهاش هحط مثلا اي حاجه، هشيل الكابس لوك، مش عارف بقى انا هنا يكتب معايا سمول ولا لا، ده بيكتب كابيتال، يبقى انا كده بكتب كابيتال، كده بكتب سمول، فانا هكتب مثلا كيو دبليو 1 2 3 4 5، كيو دبليو 1 2 3 4 5 ده الباسورد، ماشي مش فارقه. يعني نكتب فيرست نيم عبد الرحمن مثلا، ولاست نيم سالم، اي حاجه، وهي كيو دبليو 1 2 3 4 5 انا اخدها كوبي، وهنا الاورجنايز مثلا اي حاجه اديو، وهنا انا في سعودية عربية، وادي اي فون، ادي رقم تليفون، ماشي، وانا موافق، وانا هنا عايز اخده تجريبي. هو هيجي لي ايميل ان انا انشطه دلوقتي، فانا بقول لك دلوقتي انا عايز نسخه تجريبيه من الارتكوليت ستوري لاين، في مشكله الباسورد مش عاجباه، احط ات، ماشي عنده مشكلة في الباسورد نغيرها، نكتبها فوق هنا وبعدين ناخدها. يعني ادي كابيتال، وادي سمول، وادي اندر سكور، وادي 1 2 3 4 5، اي حاجة كده، هي دي الباسورد، كنترول، ادي اخدها كات، وادي بيست، تمام، واقول له كمل، المفروض يكمل بقى، انا عملتها متنوعه، خلاص تمام، قال لي انت بنجاح. هو المفروض يجي لي هنا ايميل، طبعا هنتابع الجزئيه ديت بعد صلاه المغرب، لا جالي اهوت وقال لي انت زي الفل وتمام التمام، وخد النسخه الجديده من الارتكل ستور لاين، مجرد ايميل تاخد نسخه جديده. انا طبعا الباسورد اهي كنترول في، وانا هنا انا تمام التمام واكتيفيت، واقدر بقى انا بعد ما ادخل هنا جوه الارتكوليت، وبيحاول المفروض كده يدخل، وبقول له لا خلاص ما تحفظش حاجه، ساين ان، هو هنا شغال تمام، دن، انتر الايميل. طب انا كنت كاتب الباسورد، هتضيع مني كده، انا مش فاكر الباسورد، اول مره اكتب باسورد بالشكل ده. وادي الايميل بتاعي، حاضر يا فندم، دي طريقه انك تجيب ارتكوليت ستوري لاين. ده انا عايز انفيتيشن، لا انا مش عايز انفيتيشن يا عم، تعبتوني خليتني اروح واجي، مفيش انفيتيشن، هو واحد بس كده، ادي هلو ويلكم وانت مين وتمام التمام. افتح بقى الارتكوليت ستوري لاين، او انت تكون عامل له داونلود وتعمل ساين ان من هنا، تتاكد بس هيلود، هو كده المفروض شغال معاك اوتوماتيك. اوبن ارتكوليت ستوري لاين، شوف الجمال بقى، مش هعمل ابديت دلوقتي، ده اخر نسخه باخدها لمده 30 يوم 60 يوم زي ما يدوك النسخه، بس ده احدث حاجه، احدث نسخه، في ابديت موجود، انا هعمل ابديت، يعني انا هستغلها في التدريب بتاع حضراتكم، مش هتلحق تقعد لحد التدريب الجاي. بعمل هنا امبورت، تجرب بقى الامبورت من الباوربوينت على الله ينجح، الا اذا كانوا لغوه خالص. ادي المحاضره الاولى، يا ربي تتقرا كده وتمشي الدنيا، اتقرت، يبقى النسخ القديمه نفهم من كده ايه؟ ان الارتكوليت ستوري لاين القديم خلاص ما عادش فيه الامبورت من الباوربوينت. هنا انا هقدر اعمل امبورت بملف الصوت بكله، هعمل هنا ايه؟ امبورت. هنا بيقول لي انسرت في السلايد يعني حاجه جديده ولا حاجه كارنت، لا اقول له حاجه جديده خالص، اهو دي محاضره جديده خالص كليا فيها 20 سلايد،
من التايتل للاسئله والغي اللي انا عايزه بعد ما اتحط في الارتكوليت. عملنا باوربوينت، عملنا بي دي اف، عملنا فيديو، وبنطلع ارتكوليت ستوري لاين تفاعلي، كل ده مبني على الباوربوينت اللي انتوا عملتوه. كل ده مبني على الباوربوينت. الباوربوينت خلاك تنطلق، بي دي اف موحد في الكليه، فيديو موحد في الكليه، ارتكوليت ستوري لاين، وهقول لك يبقى موحد ازاي في الكليه لو في وقت، ولكن احنا بعد صلاه المغرب اللي هي جايه بعد دقيقه، فاسمحوا لي ان انا اوقف واديكم بريك لمده نص في ساعه عشان تصلوا المغرب. بس طبعا استنى، هي ولا استنى دقيقه يعني، يعني على التوقيت بتاعي، على توقيت بريده، الا اذا في امام بيحب يقدم بدري بدقيقه احنا مالناش دعوه بيه، احنا لينا دقيقه. فهو بيلود اهو، ونسيبه يلود هيخلصهم هو، بس في الاول عشان في ملف صوت بتبقى متعبه شويه. هرد في الوقت ده على دكتور ياسر الخليل ودكتور احمد عبد الكريم. الدكتور، هل يوجد تسجيل فيديو صوت صوره ولا فقط صوت؟ ما هو حضرتك بتسجل صوت جوه الباوربوينت، وبعد كده يا دكتور احمد بيطلع صوت صوره، هو كده. هو انا مش فاهم الكلام الاجنبي، تقوم بتسجيل الشاشه يعني عيد السؤال تاني يا دكتور، وبعد المغرب نتكلم. يا دكتور حط صوت غير صوت حضرتك طبعا، ما ده موجود بقى جوه الستوري لاين، هنجيب اصوات تتحدث العربيه. انا بستاذنكم وطبعا بشكركم شكرا جزيلا، ونلتقي بعد نصف ساعه، عندنا نصف ساعه بريك، وباذن الله نكمل اللي احنا بناخده، وأنا هسيبه يعمل ريندر لحد بعد الصلاة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستأذنكم مؤقتا يعني.